حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وين الجبن؟ هي ما وين؟ وش الغداء؟ حبيبتي في فطور. ها؟ فطور باقي كم ساعة وأذن المغرب؟ إيش؟ فطور؟ ها؟ فطور؟ فطور؟ مغرب؟ أي ما أنا نمت في شهر ذو القعدة، قمت في رمضان شلون؟ أي رمضان؟ الحين حنا واحد ذو الحجة. الحجة؟ طيب يعني وش ذو الحجة؟ ذو الحجة؟ إيه وش هو؟ ذو الحجة عشر من الأواخر عنده، نفس شفت تعرفين رمضان أكيد يعني؟ إيه؟ عنده عشر أواخر، مثل ذو الحجة خلاص من العشرة ذو الحجة المسلم يتقرب لربه في الأعمال الصالحة، مثل الصوم والصدقة والصلاة والأذكار وكل الأعمال الصالحة. طيب أيام الأيام كل السنة كلها فيها خير وبركة، وش معنات هذه عشر أيام؟ ما قلنا أيام الله ما فيها خير، لكن الله خاص بهذه الأيام إن فيها فضل كبير وغير عن بقية الأيام. طيب رمضان حتى بعد فيه يعني أجور، والأيام فيه أشهر كثيرة كلها فيها أجور. الشرح مطول، وش رأيك تروحين تساعدين أختك تالا بترتيب المجلس؟ خالتك الأيام باقي لها شوية وتجي تفطر عندنا. أروح أساعدها لكن بشرط. وشو؟ إن بعد ما خلصت تشرحي لي وش معنى ذو الحجة. خلاص إن شاء الله. مع السلامة. الله مرتب الصالة. شو تسوي ذي؟ يا الله وش تبغين؟ أنت ليش تبغين؟ أنا قاعدة أقول كذا تسوين؟ ليش؟ أنا شفتك الحين رتبتي الصالة وقاعدة تقرين قرآن، ليش؟ لأن الحين إحنا في شهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة؟ أمي تقول الحين شهر ذي الحجة وتقول شهر ذي الحجة، شو معنى شهر ذي الحجة؟ شهر ذي الحجة هو شهر من أشهر السنة وهي مباركة. طيب يعني بعدين وش كل هالنوم؟ وش كل هالنوم؟ تصدقين الحين فيني نوم. اليوم أول ما درت أن الدراسة خلصت فرحت، قلت بس أبنام لي سنة قدام بريح. ما قلنا شيء حقك تريحين جسمك، بس هذه أيام مباركة وهي موسم الصالحين اللي نغتنمها في الطاعة. طب أنا عندي سؤال، الحين شهر ذو الحجة أنا أعرف إن الناس ما يصومون، أعرف إنهم يروحون يحجون، ليش أنتم الحين تصومون؟ يعني شو فيه المميز؟ نميز هذا الشهر عشان الله عظمه وقال تعالى والفجر وليال عشر، والله ما عظمها والله ما اقسم فيها الا لعظمتها. طيب اشرحي لي اكثر عن ذو شهر ذو الحجه، وش تفرق عن رمضان؟ الله خص شهر الحج، ففي فريضه الحج وفي وقفه عرفه ويوم النحر وكلها ايام مباركه. حتى ايام رمضان ايام مباركه يا لبنى، فيها ليله القدر خير من الف شهر. وبالنهاية هي كلها مواسم خير، واللي ما قدر يحج نفسنا خلاص يستغل أوقاته بقراءة القرآن وكل الأعمال الصالحة. يا ليتني صمت معاكم اليوم، ورا ما قلتوا لي. إن شاء الله باقي ترى 10 أيام. ودي أروح أنام عادي. لوين خالتكم تأخرت؟ إيه خالة تأخرت، المغرب قرب يأذن. إن شاء الله الحين بتجي. فيني النوم؟ يبيني نتصل عليها. ما شاء الله يا رب ما صار لها شيء. لا إن شاء الله يا أمي تفائلي خير. ما أدري أحس إن الحين خالتي بتطول، ودي أروح أنام عادي. لا خالة بتيجي خلاص، استني بس شوي. ها الله أنت كل شيء نوم نوم نوم. إيه عادي. لا مو عادي. إيه خالتنا مو كل يوم تجينا. طب خلاص على بال ما تجي بلعب بيبادي.
لا، أبي أبحث عن شهر ذي الحجة. ها جت خالتك، يلا ترى بقوم أشوف من هالباب. تتوقعين مين اللي ده؟ خالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا بأختي. أهلين، كيفك؟ الحمد لله. هلا خالي، اشتقنا لك. حنا أكثر بعد. هلا والله، أخبارك؟ طيب الحمد لله. كيفك لبونة؟ الحمد لله بخير. أخبارك أنت يا خالتي؟ أنا الحمد لله بخير يا أبو. اليوم خالي جاي تفطر معانا. الحمد لله اليوم كلنا صايمين. إيه أنتم كلكم صايمين إلا أنا. يا الله، الحين ضاع علي يوم وبخسر، يعني ما رح تجيني حسنات كثير. لا تزعلين، لسه قدامك أيام العشر. تقدرين تقرأين قرآن، تذكرين الله، تقومين الليل، كلها أعمال صالحة. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير ما من أيام العمل فيهن خير فيهن أفضل من هذه العشر. وأمرنا أن نكثر في هذه الأيام من التسبيح والتحميد والتكبير، لأن ربي أتم لنا الدين وأتم نعمة الإسلام، عشان كذا هي أحب الأيام إلى الله. صح. طيب بقول لكم شيء، يعني ممكن أكل يوم معاكم، بس ترى وعد، بحاول إني أقرأ قرآن، بقوم الليل وأصلي وأسبح، ويعني بغتنم هذه الأيام. شاطرة هذه بنتي، بس ما أتوقع بتسبقيني. والحين بدت منافسة الخير. أنصحكم يا بناتي كل واحدة تعين الثانية على الخير. إن شاء الله. بالضبط، أخيرا لبنى فهمت فضل هذه الأيام. شكل المغرب بإذن الحين. الله، باكل معكم سمبوسة. تخيلوا انتم كذا قاعدين تاكلون وانا قاعد اناظركم. الله، انت مسويه ماما اليوم سمبوسة بالدجاج؟ اي. الله، لا لا لا، اليوم لازم اكل معاكم. بروح اجيب السمبوسة. الله، مرة حلوة، شكرا ماما. يلا يلا خلنا ناكل قبل ما يأذن. الله، واو. يعني انت الحين وانت فاطرة مستعجلة على الافطار؟ شوفي صراحة، إذا أنت سويتي سمبوسة، هي مو أي سمبوسة، يعني سمبوستك غير عن باقي كل السمبوسات. أي الحين عادي تاكلين، لا تستعجلين، اصبري شوية شوية بأذن المغرب. لا تخلصينها كلها، تراني أحبها. لا أنا باكلها، بس أنا صايمة.